كانت هوايتي لأنه يعني مهنة والدي، وكان والدي 24 ساعة في البحر، كنت أنزل معاه من صغري حبيتها. لما كنت أنا عمري 6 سنين حد قبل الحصار كان البحر فاتح وكان في صيد وكان الشيك الوضع، لأنه لنا تقريبا صرنا أكتر من 7 سنين بحر محاصر، الصيادين صاروا كلهم تراكموا في منطقة واحدة. هذا فتح البحر بصير الواحد يروح ويجي، بصير رزق، بتصير تفكر انه انت تصيد تصادر برا لبلدك.